نروح بقى لكرة القدم. كرة القدم عندنا مباراة قوية جدا بنستعد لها من دلوقتي مع الإسماعيلي يوم الجمعة اللي جاي. النهاردة فريقنا بيواصل تدريباته، كان ريني فايلر حريص أنه يعقد جلسات كتير مع عدد من اللعيبة لتصحيح الوضع أو تصحيح أي خطأ ممكن يكون حدث خلال الفترة اللي فاتت. الفريق مقبل على مباراتين في غاية الأهمية، واحدة قدام الإسماعيلي في الجولة 26، واحدة قدام الاتحاد إن شاء الله في الجولة 27. علشان كده فايلر يمكن فضل الإبقاء على الفريق الاتحاد السكندري، خاصة أنه الفارق الزمني ما بين المباريات قليل جدا، فأنت من الصعب جدا أن أنت يعني الفرقة تعود مرة تانية للقاهرة وبعدين ترجع مرة أخرى للإسكندرية. فالوقت أولا صعب، ثانيا هيبقى إجهاد وإرهاق على اللعيبة. فايلر خد القرار ده ليه؟ خد القرار زي ما احنا قلنا علشان اللعيبة ما تتعرضش لمزيد من الإرهاق. انت بتلعب مباراة كل 3 أيام، فانت يعني عايز كل وقت راحة فيه. صحيح صحيح. فيمكن قرار صائب طبعا من قبل المدير الفني. أكيد طبعا. عملية طبعا الراحة مهمة جدا جدا. عارفين ان النادي الأهلي عنده مباراة يوم الجمعة مع الإسماعيلي وبعديها ب3 أيام مباراة أخرى مع الاتحاد السكندري، فطبعا إبقاء الفريق هناك في معسكر في اسكندرية أعتقد ده شيء مهم طبعا تجنبا للإجهاد بالنسبة للاعبين. وخلينا نتكلم ماتشين مهمين جدا. يمكن اتكلمنا امبارح وقلنا ان النادي الاهلي ينقصه 8 نقاط او خلينا نقول 3 مباريات للحصول رسميا على بطوله الدوري. خلينا نتكلم كمان على النواحي الفنيه، ان تقارب المباريات بتدي كمان فايلر واعتقد ماشي بيها بشكل كويس من بدايات حتى من بداياته. بنتكلم على الروتيشن، بنتكلم على ان بيدي ادوار للعيبه في اوقات مختلفه، وده اللي حصل. يمكن كلنا كنا بنتكلم المباراه اللي قبل اللي فاتت ان اجاييم ما ظهرش بمستوى كويس، قفشه بدا الاجهاد. فاعتقاد المباراه اللي فاتت نزول قفشه ووليد سليمان واجاييه في الشوط الثاني عمل الفرق، وده اللي بنتكلم عليه. نازلين فريش، نازلين عندهم طاقه ان هم يطلعوها بشكل افضل، فده شيء بيعمله بيشتغل الروتيشن فايلر بيشتغل بيه بشكل اكتر من رائع، وده اعتقد اللي هيكون خلال المباريات اللي جايه. كل 3 أيام ماتش بيدور بالظبط ايه اللعيب المناسب في الوقت المناسب ينزله، وشفنا ده في المباراه اللي فاتت امام حرس الحدود. وبالتالي المباراه طبعا هتبقى اكيد مباراه مهمه امام النادي الاسماعيلي. دايما مباراه نادي الاسماعيلي والنادي الاهلي بتكون مباراه حلوه فيها كره حلوه ممتعه للجماهير، ان شاء الله نحقق فيها مكسب كبير. وكمان بعديها ان شاء الله هيكون مباراه امام الاتحاد السكندري، مباراتين ان شاء الله ب6 نقاط باذن الله، ويتبقى مباراه واحده للنادي الاهلي ليعلن رسميا تتويجه بالدوري للمره 42 في تاريخه ان شاء الله يا رب.